Oh my. Let's go! Woo! EA Sport. It's only a game. Viewers, let's watch this video. West Ham Limited. Next. I'm a Barbie girl in the Barbie world. A few moments later. Oh.
Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! Tô na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. The next day. Yes, yes, yes. No, no, no. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. A few inches later. Sorry, old man! Come on, man. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الأجواء جميلة والطقس مثالي في ملعب المباراة. سأكون معكم اليوم للتعليق على أحداث هذه المباراة. نأمل بأن تكون هذه المواجهة في مستوى التوقعات الكبيرة، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي في مواجهة النصر السعودي. مع هذه الأجواء نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على أرضية الملعب. نتمنى بأن نستمتع بكرة قدم هجومية مثيرة بين الفريقين، وأكيد نريد أن نرى أهدافا كثيرة اليوم. بيلينغهام، فرصة لبيلينغهام، هدف أول الآن، هدف مبكر من بدري سجلوها، اشعلوا المدرج، بداية قوية
المباراه الان بنقطه تحول كبيره. الله على هذا الهدف، الإعادة لا نمل منها هنا، الكرة مركونة بشكل جميل داخل المرمى، هذه التسديدات لا تأتي صدفة، بالمهارة والفنيات دائما. ماركينيوس وصلت إلى ستيفن جيرارد، أنطوان غريزمان وصلت إلى جيرارد. No God please no. وجدت طريقها إلى المرمى. يأتي الهدف ليوسع الفارق إلى هدفين الآن. شوف الهدف من جديد، شوف الكرة اللي بدت بشكل عرضي، يا سلام، وبدون أي مضايقة من الدفاع ولا حتى عناء القفز، تأتي الرأسية لتنهي الكرة في الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جورجي هاجي قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. أنطوان غريزمان والآن مع غريليتش نجح في استعادة الكرة. الكرة مع جورج بيست، تدخل ممتاز من حارس المرمى للإمساك بالكرة. تسلي جيرارد والتصدي في منتهى الروعة. إنقاذ غير كامل للموقف هنا، وجد طريقها إلى المرمى. متابعة سريعة بعد تألق حارس المرمى وفي غياب الدفاع تسفر عن هدف. نشوف الهدف من جديد، من الصعب أن تلوم حارس المرمى اللي قام بدوره على أكمل وجه في التصدي، لكن لسوء حظه المتابعة كانت حاضرة. Don't forget to subscribe my channel and like, comment, share. Okay.